اليوم راح احكيكم عن جندي مجهول له دور كتير كبير بتخزين وضبط الطاقة بالجسم وعدة وظائف تانية، وهو المغنيسيوم. الإنسان البالغ عنده بجسمه ما بين 22 و 26 جرام من المغنيسيوم، 60% منه موجود بالهيكل العظمي. ويمكن أنت يا سعيد عم بتقول أنه شو هالرقم القليل؟ بس المغنيسيوم عامل محفز لأكثر من 300 أنزيم بالجسم، وخاصة المرتبطة بإنتاج الطاقة، وهو بيلعب دور بتكوين العظام وبيساعد على هضم الكربوهيدرات والمعادن وامتصاص الكالسيوم والبوتاسيوم، وبيحمي الأنسجة الرقيقة والشرايين. جسمك يا سعيد بيحتاج يومياً ما بين 300 إلى 400 ميلي جرام من المغنيسيوم، وهالكمية بتاخدها لما بتاكل سبانخ، بروكلي، فاصولية، نعنع أو حبق، وحبوب كاملة ولوز، وحتى الكاكاو. وإذا بتعاني من تقلصات عضلية بالليل، حاس مستوى المغنيسيوم بجسمك. ومن الأعراض الثانية الأرق والاكتئاب وضعف الهضم وضعف العضلات وخفقان القلب السريع. نقص المغنيسيوم موجود ما بين 3 إلى 15% من الأشخاص، وسببه هو عدم تناول الأطعمة الغنية بهالمعدن المفيد. فكتروا أكل السبانخ والحبوب، وعساكم دوم بصحة وسعادة.